الله يبارك فيك، أخباركم إن شاء الله.
يا
حياكم الله. تفضل ما هذا بطلع صوت وما يحكي. هذا تفضل معي يا مرحبا حياكم الله. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. حياكم الله. يا مرحبا. يا مرحبا حياك الله. يا خالد. الشيخ بكير. عامر جمال. نعم. استاذ عامر القرني.
Thank you.
عيال عيال هنا 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 تعال انت على الاول الاول تعال يا سليمان كملوها عيال ايوه الاول انا يا عيال سلام سلام الدنيا كما وبلا الحياة فور ربيع ننصاب أهل النوب ربع في منازل ربيع مقصودنا رد الجميل ونوفي الصحب صحيح واللي يمد الطيب يلقى طيب بهل ما يضيع مبروك يا ابن بخيت جعل ايامكم دايم متيعه تسخر لك الدنيا وتلقاها مع شده مطيعه لا تبخير تجناها على زين الطبيعه واليا تضايق باب تفتح لك مع الباب الوسيع جينا نباسق القلا وليشترينا ما نبيع انتم وحنا نوفي المجوب من نار وليع جيران فدرا وجيرتنا مع رجال شجيع وحصون تدرك مع بعضها كنا السد المنيع سلام الدنيا كما وابن الحياة ضوى الربيع ننصاب أهل النوب ربع في منازلها رفيعة مقصودنا رد الجميل ونوفي الصاحب صنيعه واللي يمد الطيب يلقى طيب فهل ما يضيح مبروك يا ابن بخيت جعل ايامكم دايم متيعه تسخر لك الدنيا وتلقاها مع الشده مطيعه والمقبلات بخير تجناها على زين الطبيعه اليا تضايق باب تفتح لك مع الباب الوسيع جينا نباسق الغلا وليشترينا ما نبيع انتم وحنا نوفي المجوب من نار وليع جيران فدرا وجيرتنا مع رجال شجيع وحصون تدرق مع بعضها كنا السد المنيع سلام الدنيا كما وابل الحياة ضوى الربيع نصاب أهل النوب ربع في منازل رفيعة مقصودنا رد الجميل ونوبي الصاحب صنيعه واللي يمد الطيب يلقى طيب فهل ما يضيح مبروك يا ابن بخيت جعل ايامكم دايم متيعه تسخر لك الدنيا وتلقاها مع الشده مطيعه المقبلات بخير تجناها على زين الطبيعه اليا تضايق باب تفتح لك مع الباب الوسيع جينا نباسق القلا وليشترينا ما نبيع انتم وحنا نوفي المجوب من نار وليع جينا نفدرا وجدنا مع رجال شجيع وحصان تدرق مع بعضها كنها السد المنيع سلام الدنيا كما وابل الحياة ضوى الربيع ننصاب أهل النوب ربع في منازل رفيعه